أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طور تي في، وموضوع حلقتنا اليوم عن مواصفات الدجاج الفيومي المصري. لهذا الغرض تواصلنا مع المربي السيد محمد أيوب من دولة مصر الشقيقة. التمسنا منه أن يقدم لنا ورقة تعريفية عن هذا الدجاج والمواصفات الحقيقية التي يمتاز بها، حتى نحيط اللتام عن هذه السلالة المتميزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. طبعا الدجاج الفيومي دجاج مصري وجد بمحافظة الفيوم من قديم الزمن، ويقال أنه من أيام الفراعنة. يسمى أيضا الدجاج الرمادي، وده نسبة إلى قرية دار الرماد بالفيوم، ويعتبر من أشهر السلالات المصرية الأصيلة. وتعتبر هذه السلالة نشيطة وذات مزاج عصبي وسريع الانزعاج، وده بيمكنها من الدفاع عن نفسها ضد الطيور الجارحة. يوجد منها ثلاث قطعان كبيرة، أحدهما بمحطة بحوث الدواجن بالفيوم، وده منذ عام 1951، والنوع الثاني بمشروع الدواجن التكاملي بالفيوم من عام 1983. أما النوع الثالث فبمشروع تحسين السلالات الداجنة بالبحيرة، وده منذ عام 1986. ولتحسين وتثبيت صفات هذا الدجاج استخدمت مختلف طرق التربية والانتخاب والتحسين، وأمكن تكوين خط لإنتاج البيض بالإضافة إلى القطيع الأصلي عام 1970. طب تعالوا نتكلم عن الصفات المورفولوجية. لونها بني وبها شرائط بيضاء طولية على الظهر، واللون قد يكون بني فاتح. الكتاكيت يميل ريش العنق والسرج والظهر والجناحين إلى اللون الأبيض، ولون ريش الصدر والبطن رمادي مقلم، وريش الذيل أسود غير مقلم. الديوك لون الجسم بيكون كله رمادي مقلم والعنق أبيض. لون الجلد داكن يميل إلى الزرقة، والمنقار والساق لونهم رمادي داكن. العرف مفرد وشحمة الأذن حمراء. طبعا كانت الوفود اللي بتجي لمصر كانت بتسارع لطلب هذا النوع من الدواجن الفريد ذو المذاق المتميز، وتتميز هذه السلالة بأنها من السلالات المصرية الأصلية، فلديها القدرة على التكيف مع الطبيعة وتحمل جميع الظروف المناخية. كما يستطيع هذا النوع من الدواجن حماية نفسه من الأعداء زي الغربان والنسور والبوم، وذلك لأنها سريعة الانزعاج ومزاجها عصبي، وليس من الممكن الامساك بها بسهولة، فلا تحتاج إلى أسلاك شائكة لحمايتها من الطيور الجارحة، وده بخلاف الدجاج الأبيض بطيء الحركة. فضلا عن السر اللي بيجهله كثير من المصريين، هو أن أشهر وأغلى دجاجة في أمريكا تسمى Egyptian Fayoum Chicken، أي الدجاج المصري الفيومي، حيث سجل ثمن الكتكوت من دجاج لونغ أيلاند الأمريكي 2 دولار، بينما سجل الفيومي في مزارعهم 5 دولار. أحد أساتذة قسم الدواجن بكلية الزراعة بجامعة الفيوم وصف الدجاج الفيومي بوصف دقيق قائلا: هناك صفات مورفولوجية وصحية للفراخ الفيومي، أهمها لون الريش، فلون الديك يميل الريش فيه إلى اللون الأبيض، العنق والسرج والظهر والجناحين، غير أن ريش الصدر والبطن لونه رمادي مقلم، وريش الذيل لونه أسود بدون تقليم، على عكس الدجاج الإناث لون ريش الجسم كله رمادي مقلم، العنق لونه أبيض، والذيل الخارجي مقلم والداخلي أسود. لون الجلد غامق يميل إلى الزرقة، والأرجل والمنقار لونها رمادي، تتراوح أوزانها ما بين 800 جرام إلى 1300 جرام، ويتراوح معدل إنتاج البيض للدجاجة ما بين 240 إلى 320 بيضة سنويا. وأضاف بأن الدجاج الفيومي يتمتع بمذاقه الجيد وخلوه من الهرمونات، وهو الأفضل صحيا للإنسان لأنه أكثر مقاومة لفيروسات، لأنه أكثر مقاومة للأمراض والكوكسيديا والمارك والليكوزيس المنتشر بين السلالات الأخرى، فلدى هذا النوع مقاومة مناعية وراثية فريدة، ما لفت أنظار بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، فسرقت الجين الفيومي، وتقوم هذه الدول بإنتاج تلك السلالة والحفاظ عليها، في حين أننا في مصر لجأنا إلى تهجينها بسلالات أخرى لنقل صفاتها الوراثية إلى بعض السلالات الأجنبية، مؤكدا على ضرورة التوسع في تربية السلالات الفيومي أعلى أسطح المنازل، خاصة أن ذلك موروث ريفي متداول منذ عصر الفراعنة، حيث عثر على نقوش ورسومات داخل المعابد الفرعونية
عليها صور للديك الفيومي، وده بيدل على أن المحافظة هي مركز إنتاج الدواجن عالية الجودة عبر العصور. الشكر الجزيل للسيد محمد أيوب على كل هذه التوضيحات، ونعتقد أنه قدم لنا فكرة طيبة وواضحة عن سلالة أو عن الدجاج الفيومي المصري. وأنتم متابعينا، شكرا لكم على تواصلكم الدائم معنا وعلى دعمكم اللامشروط. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله.